تفضلوا سيد نائب محترم. شكرا سيد الرئيس. حكومة الكفاءات واسعة الطموحات تنهزم وتنكسر في أول أزمة أمام المحروقات. الدليل لا بديل، اللهم التبرير والتعليل العالي. حنا كنجيو لهنا سيد الوزير وحنا كيضنا كنجيبوا دموع المغاربة غادي تمسحوهم، ساعة جاب لي الله غنبقاو نجيبوا كلينيكس نمسحوا دموع الحكومة. صحيح ما عندكمش العصا السحرية، ولكن عندكم سحر العصا راكم نازلين به على المغاربه. ما عندك الله غالب ايضا صحيح، ولكن اليوم المغربي هو اللي مغلوب، ماشي غير اللي محلي. ها هي الجليده بغات تخرج، هانتوما غادي يمكن تستقبلوها من الطريفه بطريفه لا تخلو من طريفه الا ما كانتش يعني فيها تطرف. السيد الحاج الحموس عطى نموذج صارخ لواحد المقارنه ما بين التذكير اللي كاينه ما بين سبته وطريفه، اللي هي ضعف المسافه اللي كاينه ما بين طنجه وطريفه، ب 30% زادوا. حنا 250% عباد الله، وشويه ديال عفا عباد الله، شويه ديال الكبده على المغاربه راه ما غتخليو فيهم كبده على هذه البلاد هذه. والله ما شاديني قد بلغت، اللهم اني قد بلغت، اللهم افشهد. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.